أوقاتكم سعيدة أعزائي الطلاب. لقاؤنا اليوم يدور حول معالجة النص الموجود معكم في دفتر التحليل تحت عنوان أنا والنار للكاتب أنيس مسلم. سنعلق في الجزء الأول على العنوان وسنحدد الأفكار ونتبين معانيها. أولاً نبدأ بقراءة العنوان أنا والنهر. نلاحظ أنه يختزل فكرة النص الأساسية، فهو يتمحور حول الكاتب والنهر، وضمير المتكلم أنا يدل على أن الكاتب حاضر في نصه، أي دليل ذاتية، وكلمة النهر تدل على أنه سيتحدث عن النهر وما يعنيه له. من حيث الدلالة، قد يكون النص وصفاً وجدانياً، وسوف نكتشف ذلك بعد دراسة أفكاره. ثانياً، بعد أن تكونوا قد قرأتم النص، سنسلط الضوء على أبرز معانيه. ففي القسم الأول، أي الفقرتين الأولى والثانية، نلاحظ أن الكاتب تحدث فيهما عن ميزة الأنهار التي تتجلى في أن تبقى مياهها جارية دون توقف، ولجري المياه أهمية كبرى، فهو يدل على حركة النهر الدائمة ونشاطه اللامحدود إلى أن تبلغ المياه غايتها، فلا قيمة لنهر جف ماؤه وتوقفت مسيرته. ولهذه الغاية أورد الكاتب العديد من المفردات والتعابير المتعلقة بالنهر، ومنها منبع، مصب، ضفتان، روافد، مسارب، تزامل الزمن، تلوث بالأعماق. وفي القسم الثاني، أي الفقرتين الثالثة والرابعة، يرى الكاتب أن الإنسان والنهر مصيرهما واحد، فالاثنان مسيرتهما تنتهي في البحر، وبالنسبة إليه فكل فرد يغادر أحشاء أمه حيث كان ينعم بالهدوء والسلام لينطلق إلى الحياة، وعندها تبدأ رحلته فيواجه في مسيرته الصعوبات والمعاثر ويكتشف أسرار الحياة ويعيش تبدل أحوالها، ثم تنتهي الرحلة ويطوي الموت الجميع. وقد أكد وجهة نظره هذه بقوله: إنني مدرك تمام الإدراك أن حياتي ستصب في البحر يوماً وستلتقي كافة الذين سبقوني إليه. وفي قوله هذا دلالة واضحة على أنه يعبر عن مصير البشر كلهم. ولو دققنا أعزائي الطلاب في معاني بعض المفردات التي أوردها الكاتب، نلاحظ أنه اعتمد في أسلوبه على الرموز. فمثلاً كلمة النبع في قوله فمنذ خرجت من النبع ترمز إلى رحم الأم، وكلمة البحر في قوله وأنا أتجه صوب البحر ترمز إلى الموت الذي سندركه يوماً جميعنا. وفي تعبيره هذا دلالة واضحة على التشابه القائم بين الإنسان والنهر. وبعد أن نكون قد قرأنا بتمعن الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة، يلفت انتباهنا أن الكاتب شابه بينه وبين النهر، إذ اعتبر أن لكل منهما منبعاً ومصباً. النهر ينبع من بطن الجبال ويصب في البحر،
والإنسان يخرج من رحم أمه ويصب في التراب، والاثنان أطلا على الحياة مشتاقين إلى بلوغ شطآن البحر الرحبة حيث الهدوء والراحة، وهما إلى ذلك يتوقان إلى البحر، إلى الحرية، إلى الانعتاق من عبودية الأهواء والضفاف والمجاري، وهو يقصد بالتأكيد تحرر من القيود والصعوبات والأعباء، ولن يكون له ما أراد إلا بعد أن يطويه الموت. وفي القسمين الأخيرين من النص، أي من الفقرة الثالثة وحتى السابعة، حدد الكاتب موقفاً من رحلة الإنسان في هذه الحياة فور خروجه من رحم أمه وحتى عودته إلى التراب، حيث يتحرر من الضفاف والمجاري. ففي رحم الأم هدوء وسلام، دفء وعطف، وفي الموت راحة أبدية وتحرر من القيود والضغوطات والأثقال. ويرى الكاتب أن بين الولادة والموت مسيرة لا يعرف المرء تاريخ انتهائها، غير أن وجوده في الحياة يحتم عليه الكفاح والعذاب، إذ ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فدروب الحياة شائكة ومحفوفة بالمخاطر، وتجاوز العراقيل ليس بالأمر السهل، إنما يتطلب إرادة وتصميما وصبرا وشقاء مستمرا بانتظار المصير المحتوم. وهكذا نلاحظ أن الكاتب خرج من خلال هذا الوصف برأي يتعلق بأسرار الكون والمصير. آمل أن تكونوا قد استفدتم مما عرض عليكم، وإلى لقاء قريب في الجزء الثاني.